فيما لم تنتهي القضية التي جعلت منه نجم الإعلام في الفترة الأخيرة إلى جانب كونه نجما سينمائيا، ظهر الممثل الفرنسي جيرارد دوبارديو في حفل الكرة الذهبية للعام 2012 في زيورخ إلى جانب رئيس اتحاد كرة القدم الدولي الفيفا، محاطا بنجوم عالم كرة القدم أمثال ليونيل ميسي. سار دوبارديو على السجادة الحمراء إلى جانب رئيس الفيفا سيب بلاتر في صالة الكونغرس شو في مدينة زيورخ السويسرية. وأثار دوبارديو جدلا واسعا في الآونة الأخيرة بسبب مغادرته وطنه فرنسا احتجاجا على قرار حكومة بلاده رفع ضريبة الدخل على الأثرياء بنسبة 75%، الأمر الذي اعتبرته الحكومة الفرنسية تهربا من دفع الضرائب. وما زاد القضية سخونة هو قبول دوبارديو عرض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمنحه جواز السفر الروسي. دوبارديو البالغ من العمر 64 عاما هو أحد أشهر الممثلين الفرنسيين، وظهر في أكثر من 150 فيلما. انتقاله للعيش في الجارة بلجيكا حيث الضرائب منخفضة اعتبر من قبل الحكومة الفرنسية احتقارا وإهانة لوطنه. وكان رئيس الوزراء الفرنسي جان مارك قد وصفه بالمثير للشفقة، كلمات أغضبت دوبارديو فرد عليها برسالة مفتوحة منتصف ديسمبر كانون الأول الماضي قائلا إنه مستعد للتخلي عن جواز سفره الفرنسي وبطاقة الضمان الاجتماعي. كما قال دوبارديو في حديث إلى القناة الرياضية في زيورخ على هامش حفل توزيع الجوائز لكرة القدم إن بعض الأغنياء البارزين في صناعة الترفيه غادروا فرنسا منذ عقدين من الزمان.